بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، الرحيم، والحمد لله رب الحمد العالمين، لله رب والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأمرهم شورى بينهم. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية الثانية تكرس معنى الشورى، تكرس نظام الشورى، أن الناس المسلمون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني يمارسون دورهم السياسي في الإصلاح وفي محاربة المنكرات. وإذا رجعنا التاريخ الإسلامي، ما أعرف صوتي شوية، إذا رجعنا التاريخ الإسلامي وحللنا عوامل سقوط الأمة الإسلامية، في الحقيقة يبرز العامل الأكبر هو الاستبداد والطغيان والديكتاتورية. هذه الديكتاتورية التي جرت على المسلمين حروبا لها بداية وليس لها نهاية، والتي أهدرت الثروات والطاقات وحتى حطمت النفوس وفرقت الأمة. وقد بحثت ذلك في كتابي تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية. قلت أن الخلافة الحقيقية هي خلافة الإنسان، وبالتالي فكل إنسان هو خليفة الله في الأرض، وهو يجب أن يقوم بدور الخلافة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وممارسة الشورى. ولم يضع الله تعالى وصياً على المسلمين أو حاكماً عليهم، أو وإنما دعاهم لانتخاب هؤلاء الحكام عبر الشورى ووفق الأسس والمعايير الإسلامية من العدل والتقوى والشجاعة وما إلى ذلك. ولكن مع الأسف الشديد، رغم مرور 1400 سنة على هذا التاريخ المليء بالظلم والطغيان، ومرور تقريباً 100 عام على سقوط آخر نظام كان يسمي نفسه خلافة، يعني الخلافة العثمانية، لا يزال بعض المسلمين يتغنى بالديكتاتورية، يتغنى بالاستبداد ويمدح الاستبداد ويقول ما شاء الله شوفوا هذه الإمارات الشاهقة وناطحات السحاب. فإذا هذا دليل على نجاح الديكتاتورية والاستبداد، وفي نفس الوقت هناك من ينتقد الديمقراطية أو ينتقد الشورى ويقول هذه تسبب فوضى، تسبب مشاكل، وربما يأخذ البعض النماذج السيئة الخاطئة من الديمقراطية لأنه هو ظلم في هذه الأنظمة، أو لأنه لم يشارك، أو لأنه لم يحصل على مناصب كان يتمناها، فهو ينتقد الديمقراطية ويحاربها. ولكن في الحقيقة كان هناك جدل منذ أكثر من 100 عام، منذ القرن التاسع عشر في أواخر الدولة العثمانية، عندما أقر السلطان عبد الحميد الثاني النظام الديمقراطي وكنن الدستور في سنة 1867 كما تذكر، ويصلح لي الآن الدكتور أحمد الجنابي الباحث الإسلامي والقيادي السابق في الإخوان المسلمين، يشرفنا اليوم لكي يعبر عن وجهة نظره حول الديمقراطية والشورى. قبل أن نستمع إلى فضيلة الدكتور أحمد الجنابي، نقول بأن هذا الجدل دار بين المسلمين في القرن التاسع عشر بأن الشورى هي نظامنا الإسلامي، وأن الديمقراطية هذه بضاعة غربية وقاصرة ولا يجوز أن نأخذها، بينما كان البعض الآخر يقول بأن الديمقراطية هي بضاعتنا ردت إلينا، وهي التطوير لمبدأ الشورى ونظام الشورى بالعقل الإنساني، ولم تفعل الديمقراطية
إلا إلا بتقسيم بتقسيم السلطة إلى السلطة سلطة إلى سلطة تشريعية تشريعية وتنفيذية وتنفيذية وقضائية، وقضائية، وتحديد وتحديد مدة مدة الحاكم الحاكم بـ4 5 بأربع خمس سنوات سنوات حتى لا حتى لا يطغى، يطغى، وحتى لا حتى لا تتركز تتركز بيده كل بيده كل السلطات السلطات وتكون ويكون مستبدا مستبدا مطلقا. مطلقا. وعندما وعندما سقطت الدولة سقطت الدولة العثمانية العثمانية نشأت نشأت حركات حركات إسلامية، إسلامية وعلى وعلى رأسها رأسها حركة حركة الإخوان الإخوان المسلمين المسلمين وحزب وحزب التحرير، التحرير الذين الذين قالوا قالوا بأنه بأنه إحنا إحنا يعني يعني نحاول أن نحاول نعيد أن نعيد نظام نظام الخلافة الخلافة ولكن على ولكن أسس على أسس الشورى. الشورى. وأيضا وأيضا بالذات الإخوان بالذات الإخوان المسلمين المسلمين قبلوا قبلوا كثيرا من ملامح ملامح الديمقراطية الديمقراطية وقالوا لا وقالوا لا تتعارض تتعارض مع مع الإسلام. الإسلام. الدكتور الدكتور أحمد أحمد الجنابي الجنابي الباحث الباحث العراقي الذي العراقي يعيش الذي يعيش في تركيا في منذ تركيا منذ سنوات سنوات يشرفنا يشرفنا حضوره حضوره ونستمع ونستمع إليه، إليه إليه وقد قال وقد قال في مداخلة له مداخلة له بأن بأن الأفضل الأفضل استخدام مصطلح استخدام مصطلح الشورى الشورى لأنه لأنه مصطلح مصطلح إسلامي إسلامي رباني. رباني. أما أما الديمقراطية الديمقراطية رغم رغم إيجابياتها إيجابياتها فهي فكر فهي فكر وضعي وضعي قاصر قاصر ولا يوجد ولا على يوجد الأرض. على الأرض. الآن الآن نسمح له نستمع له نسمع له بالتفصيل لكي بالتفصيل يعبر لكي عن هذه يعبر عن هذه الفكرة، الفكرة والحوار والحوار مفتوح مفتوح للأخوة للأخوة المشاركين أيضا المشاركين أيضا يشاركونا وجهات يشاركونا وجهات نظرهم إن شاء نظرهم الله. إن شاء الله. تفضل دكتور. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك وعليك السلام ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته، بسم أهلا الله وسهلا الرحمن مرحبا. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. يشرفني الحضور في هذا المكان العالي الرفيع الحر الذي أفتخر بأن يختارني الدكتور المفكر الكبير واعتبر شيخي أحمد العفو الكاتب العفو العفو، الله عليك، الذي تلمذت على كتبه حقيقة. الله يسلمك إن شاء الله، الله يعني يسلمك. أنا من بدأ ينشر كتاب الأول الشورى في الإسلام أو تطور الشورى إلى ولاية الفقيه، حقيقة كان يعني فد هزة وشجاعة فكرية ليس لها مثيل حقيقة. يعني عاد البناء الإسلامي بكتابه هذا والرجوع إلى الشورى التي هي الأصل. في رأيي القرآن الكريم نزل حتى ليست هو فقط عبادة، هو دستور دائم يحكم به ويعمل به، وآليات تنفيذه موجودة وأيضا تتطور حسب الزمان والمكان. بس من الناحية العقدية المسلمون لا بد أن يحكمهم حاكم بالشورى منتخب، وهذا العمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد دليل قطعي نقلي آية قرآنية تدل على الوصية، وصية لأبو بكر أو لوصية عمر أو لوصية سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين، كلهم صحابة أجلاء، ولا الكل اختاروا منهج الشورى وحكموا بالشورى الخمسة اللي آخرهم سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما بعدها بدأ الملك العضوض، وحديث صحيحة تذكر بأن أول سلمة بالإسلام هو الحكم. فالإسلام دين ولكن لا ليس بالإكراه. الإسلام بالشورى يجب أن الذي مسلما يعتقد بمعنى الإسلام الشمولي الكامل لا يقتصر عليه بالعبادة، تشريع وقانون وحكم وأيضا منهج رباني. فالربانية الله أراد معنا أن نكون ربانيين. الربانية نقصد بها هو الفهم الشمولي الكامل، فالذي ردود الأفعال السنة السيئة هو الملك العضوض الذي ابتدأ به الأمويين حقيقة نقولها، وليست معصومين ولا أحد من الصحابة نعتقد بعصمته حتى لو عادت منزلته، ولكن بدأوا في سلمة كبيرة وشرعوا للملك العضوض وسأنوا سنة سيئة وهو الإسلام العائلي. فبدأ الإسلام يختزل بعوائل ردود أفعال العائلة الأموية، ثم جت العائلة العباسية ردود أفعال العلويين أيضا ادعوا، وكل ليس له دليل قطعي بأنه هو أصل في الحكم لا يوجد. أما نأخذ أدلتنا من آيات متشابهات لا يجوز، ولا أكو حديث صحيح ينص على الإمامة أو ينص على سيدنا أبو بكر هو يكون. الصحابة اختاروا
أبو بكر وبايعه، وهكذا عملوا إلى أن انتهى العهد بسيدنا الحسن، تنازل عن حقه لحماية المسلمين والدفاع عن أنماءهم. ولكن السنة السيئة ابتدعت ولا زالت. أما بالنسبة لموضوع الديمقراطية أخي العزيز، الديمقراطية هو فكر إنساني فيه إيجابيات، ولكن من على الأرض الواقع حاليا الدول الأكبر تتغنى بالديمقراطية اللي هي أمريكا وأوروبا، لا نجد على أرض الواقع ديمقراطية بالمعنى التي ذكروها وأفكارهم. لا ينتخب إلا من له جاه ومن له مال ودولة باطنية تحكم وهكذا يعني. أما الإسلام فلكنه أيضا الإسلام حتى نرجع نكون ربانيين، يعني الحكم لازم يكون مقتنعين به احنا، لا إكراه في الدين، وثانيا كحكم ليس كل الأنبياء حكموا. الإسلام السياسي وقع في خطأ كبير بالرغم من إخلاصهم وصدقهم، جعلوا الحكم غاية وليست وسيلة. ليست كل الأنبياء حكموا، الذي حكم تاريخ القرآن يذكر أنه سيدنا سليمان، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأنبياء قتلوا شردوا ومن ضمنهم أولو العزم. فالتركيز على الحكم الحاكمية، نعم الحاكمية حق، ولكن بشروطها الربانية، بأنه الناس تخلقهم مسلمين مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم 13 في مكة سنة حتى جعلهم ربانيين يقتنعون بالتشريع وشموليته. تحياتي دكتور. نعم. لهذا أكتفي. نعم. لا أنا بعد يعني ممكن الحوار. إيه؟ أنا يعني تعرف بالحوار يبدي الكلام أكثر تفصيلا. نعم نعم, نعم. إيه؟ شكرا على هذه المقدمة. ولكن إيه؟ ألا يمكن في الحقيقة الجمع بين الشورى والديمقراطية بأن نأخذ المبدأ القرآني والتعاليم الربانية الإسلامية وفي نفس الوقت التجربة العقلية الإنسانية التي حدثت في الغرب وامتدت إلى كل العالم اليوم؟ نعم. كما توجد أنظمة إسلامية أيضا في تركيا وإيران وماليزيا وإندونيسيا وكثير من البلاد الأخرى، أن نأخذ هذه التجربة في تقسيم السلطة إلى سلطة تشريعية برلمان مثلا، وسلطة تنفيذية حكومة، وسلطة قضائية مستقلة، وتكون حرية أحزاب وتكون حرية كذا، وننتخب الحكام كل فترة كل 4-5 سنين حتى نراقبهم ونحاسبهم ونغيرهم إن أخطأوا، ونستمر معهم إن أصابوا ونجحوا. هل هناك مانع من هذا الجمع بين نبدأ الشورى والديمقراطية؟ العفو أستاذي شيخي العزيز، لا مانع في ذلك ولا محرم شرعا، لأن الحكمة ضالة المؤمن. والديمقراطية نوع من أنواع الإدارة، الإدارة آليات ممكن أن تكون وضعية، نستفاد من التقدم العلمي، التقدم الحضاري، التقدم الإداري، فلا بأس. بالعكس الديمقراطية، البلدان اللي بيها ديمقراطية خاصة أوروبا، الوحيد اللي صعد بيها الفكر الإسلامي ويلتجئ لها ويعبر عن أفكاره. الإسلام لا إكراه في الدين، تتعايش أنت مع الكافر بشرط أن لا يكون معتدي، لا تجبر على عقيدتك ولا تفرض أيضا الحكم بالقوة بالدين الإسلامي. نعم. الحكم يفرضه الشعوب، فإذا الديمقراطية تلتقي مع الإسلام، ولكن الديمقراطية منهج وضعي، ولكن فيها خير كثير وفيها حسنات جلة. والآليات التي وضعت تعرف في البداية تأسيس الدولة الإسلامية ما كان هذا المستوى الحضاري، برلمان ومجلس وسلطة تشريعية، يعني الأصول موجودة ولكن كآليات ما موجودة. فليس حراما أن نسمي برلمان أو نختار وزراء أو آليات للدستور أو انتخابات، وأيضا نختار الزمان والمكان المناسب، لا يفرض فرضا، الإسلام لا يفرض فرضا. نعم. 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 في الحقيقة يعني بالتاريخ الإسلامي لدى مختلف الفرق والطوائف كان هناك بعض المشاكل الفكرية، بعض الفقهاء نظروا للحكم العسكري وأي واحد يأتي للحكم يصبح أمير المؤمنين، وبعض الفقهاء في جهة مقابلة قالوا أساساً الشورى باطلة حرام ومجوز وكذا، وقالوا ينتقدونها.
الآن تقريبا معظم المسلمين حتى مما يسمى بالسنة والشيعة قد اتفقوا على نظام واحد أنه أفضل نظام للتعايش وتحقيق السلام والعدل هو أن نتفق على نظام ديمقراطي ينتخب فيه الحاكم من بينه كما مثلا في العراق كنظام ودستور أتكلم. نعم. بالرغم أن هناك ملاحظات سلبية على هذه التجربة وعلى حقيقة الديمقراطية في العراق ولكن كمبدأ هناك اتفاق تقريبا بين المسلمين ولكن هناك من لا يزال يزادل بأن الصورة باطلة السلفيين طبعا السلفيين من السلفيين نعم 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 يجادلون بأن الصورة كانت باطلة وينتقدون تجربة السقيفة التجربة الرائعة التي حفظت كيان المسلمين وحفظ الاسلام الاجتماعي نعم. وينتقدون تجربة الخلفاء الراشدين بأنهم لم يكونوا على درجة عالية من الصورة لم يطبقوا الصورة كما أحد الأخوان هنا يعني يشاركنا ويكتب على صفحتنا أنه هذه أي صورة كانت صورة أهل زيد غابوا عنها في الثقيفة وعمر أبو بكر عين عمر عين ستة فقط من قريش ولم يشارك بقية المسلمين فهل كانت هذه التجربة هي بالمرة يعني سيئة أو بالمرة مثالية يعني النظرة المثالية والنظرة السلبية المطلقة أعتقد هذا خطأ هي تجربة إنسانية حاولوا أن ينظموا الشورى ويختاروا الحاكم ويمكن إحنا لأنه يمكن نعذرهم في ذلك لأنه لم يكن هناك دستور مكتوب مسبقا يجب الالتزام به فلذلك حدث الجدل والنقاش في سقيفة بني ساعدة أن الحكم لمن؟ للأنصار أم للمهاجرين أم هو لنا أمير مني أمير ومنكم أمير أم الإمارة للمهاجرين مثلا فما هو في نظرك هل كانت تجربة الخلفاء الراشدين هل كانت تجربة مثالية مطلقة نعم أخي الخلفاء الراشدين كلهم رضي الله عنهم ما معصومين وأيضا خاضوا تجربة إنسانية وكل الصحابة السقيفة اللي صار بها الخلاف نعذرهم بها لأن كل واحد منهم يتصور هو أولى بالحكم يعني تصور هو خاطئ غير صحيح ولكنه يعتقد مو معنى تنيته سيئة يعني قال سيدنا علي من حقه أن يكون يقول أنا لها ويجب أن انتخب ولكن ما انتخبوا المسلمين ورد بايع رجع إلى الأصل الشورى وعمل مع الصحابة الثلاث وأيضا بالشورى انتخب ورفضها قطعيا ولم يقل أنا إمام ولكن أجبروه على الإمامة فإحنا الصحابة والحدث اللي صار بالسقيفة حقيقة هو فتح رباني وهي تجربة إنسانية يعني تقدر تقول الله سبحانه وتعالى مكنهم مثل ما سيدنا أبو بكر الصديق بالردة يعني العرب ارتدت عن الإسلام غالبيتهم والله هي سيدنا أبو بكر الصديق رجعهم إلى الإسلام فالعرب وحتى الصحابة يعني احنا لا نتصور انهم معصومين او منظرين يعني هم ناس بشر اول مرة تجربة دولة تقوم في البلاد العربية فيعني في ذاك الزمان تعتبر بس تجربة رائدة وراقية وإنسانية ولا زالت يحتذى بها ولكن ليست معصومة فيها أخطاء كثيرة حتى في فترة الصحابة رضي الله عنهم وحتى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من انتخب قال ما قال أنا معصوم ولا قال أنتوا قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم نعم إيه فإذا يعني هو لن يدعي العصمة وأيضا دعا إلى التمرد عليه في حالة مخالفة الشرع الإسلامي موجود بالقرآن الكريم وفقهاء الصحابة والعلماء صحيح نعم. صحيح حتى الإمام علي بن أبي طالب حتى الإمام علي بن أبي طالب يقول إني في نفسي لست بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بما أثقل عليه إنما أنا وأنتم عبيد مربوبون لرب لا رب سواه الأخ جودة محمود يقول كل ما تطرحه من أفكار جيدة ولا غبار عليها ولكن الدعوة لنظام ديمقراطي شبيه بما يحدث في الغرب وأمريكا خاصة يرجع التوقف عنده ليس هناك ديمقراطية حقيقية
انظر للنظام الامريكي والفرنسي، تم تحريف الديمقراطيه. اما الديمقراطيه في العراق تحدث ولا حرج، هذا من جانب، ومن جانب اخر لماذا لا نخلق نظامنا الخاص وبما يتلائم واقعنا الاجتماعي والفكري والديني؟ نحن اقدر على صناعه مستقبلنا ومجتمعنا ولك الشكر. انا كنت اود الاخ جودة محمود يكون مباشر معنا حتى نساله عن المزيد من اقتراحه هذا. نوجه السؤال الى الدكتور احمد الجنابي، كيف يمكن ان نصنع نظامنا الخاص بما يتلائم مع واقعنا الاجتماعي والفكري والديني؟ يعني كيف نطور نظامنا؟ خلينا نتكلم عن العراق الان، كيف نطور هذا النظام ونتجاوز المشاكل التي تعرقله؟ نعم اخي العزيز، اخي العزيز، يعني الله سبحانه وتعالى يعني طلب من عندنا ان نكون ربانيين، ومفهوم الربانيه يعني انت تبدي تبني دوله الاسلام في نفسك بمفهوم الشورى اولا، وبالعقائد وبالاصول، المصدر التشريعي من السماء وما يوحى له الرسول. حتى مفهوم العصمه رحمه الله الرازي يتكلم في كتابه عن العصمه، يقول الانبياء معصومين بالوحي. اكو اخطاء، الانبياء القران يذكر لنا خطا انبياء كثيرين، وعصى ادم ربي فغوى، عبس وتولى، ايضا الرسول يعاتب العسل، حرم العسل، تحرم ما تبتغي، يعني اذا اخطاء موجوده. العصمه بالوحي، وانه وحي يوحى، فلا يحق اي انسان بان يشرع. لكن يعني استنبطوا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قسم من الصحابه بانه الاجماع المصدر الثالث بسبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع امتي على ضلاله. ولكن الواقع الإجماع لن يتحقق حقيقة. لا. الإجماع في الحكم في كل الأمور ما تحقق، وهذه هذا شغل رباني مثل الهداية، أنك لا تهدي من أحببت. فالمشروع الرباني أو لتحقيق الحرية والسعادة للبشرية، نسعى لبناء دولة الإسلام في الصدور، ونصبر. كل الأنبياء قتلوا، ذبحوا، شردوا. الأنظمة التي تعيش تجربة العراق قادتها أحزاب إسلامية سياسية مع الأسف، ولكن أخذت جانب طائفي تكفيري، قتل، إرهاب، وأيضا أساءوا للسلطة ولمذاهبهم ولمناهجهم. فتجربة فشلت وهم مجتهدين، منهم الصادق وإن شاء الله باجتهاده يحصل أجر، ومنهم من عندما ابتلى بالمنصب سرق ونهب وقتل. نسأل الله أن يسامحهم ويغفر لهم. هل تعتقد بأن النظام الرئاسي هو أفضل للعراق؟ أن الشعب العراقي هو الذي ينتخب الرئيس مباشرة ويكون رئيسا قويا حتى يستطيع أن ينفذ مشاريعه وبرامجه وأجنداته؟ نعم، الله أعلم. أنا أعتبر النظام الرئاسي يحمل صفتين: صفة القيادة والديكتاتورية، وصفة الديمقراطية. نعم. النظام البرلماني نظام يعني لأوروبا، احنا لازلنا عشائر متعصبين طائفيين، جيش يقودنا، محاصصة موجودة ما ممكن التخلي عنها. فإذا تقدر تقول انت هسه تركيا من انتقلت الى النظام الرئاسي حققت خطوات كبيرة، لان شعوبنا مو مثل اوروبا. شعوبنا تحركها القبيلة، تحركها الحزبية الطائفية، فيصير البناء الهرمي للدولة هش، ينهار مثل ما انهار هسه النظام، وما يعرفون شلون راح يوصلون. وحقيقة نحن لا ننكر للتدخل الأجنبي المعادي للإسلام في إفشال وأنضاج الفكر الإسلامي الشوري، يحاربوه بقوة بكل الوسائل، لأن يخافون من نهضة الإسلام وعودته من جديد. نعم نعم، يعني هي العراق الآن بعد 18 سنة من هذه التجربة في الحقيقة أصبح نظام ممزق ونظام ضعيف جدا، ولا يستطيع، ليس لدينا حتى رئيس وزراء، لدينا رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس وزراء. صحيح، يعني لا يستطيع أن يمون على وزير من وزرائه. والآن عندنا مشكلة كبيرة في العراق أيضا، العشائرية هي التي تحكم، العشائرية بدل القانون، بدل الدولة. يعني الطبيب لا يستطيع
أن أخي انتقلوا، العفو دكتور، انتقلوا من الطائفية، بدأوا هسه يتاجرون بالعشائرية، وإذا شيوخ العشائر نعم هم تختار الحاكمين في الحقيقة صاروا. العشائر أكثر تخلفا، هو عشائر أعراب بدو، كيف يحكمون؟ لا، العصبية العشائرية هي تمنع حركة الدولة وحركة المجتمع. يعني طبعاً هناك أمثلة كثيرة أن الدكتور يخاف يعالج المريض يموت، بعدين يجون يهاجموه ويقتلوه. الموظف لا يستطيع أن العفو أستاذ، حتى بالأنظمة في زمن الحزب البعث الحاكم كان يتكلمون بالعلمانية والديمقراطية، ولكن الحقيقة هي حكم دكتاتوري وعشائري. صدام كان عشيرته تحكم، والوزراء كيف يجيبهم يوديهم. والسبب طبعا مو الخلل بس بالحاكم، الخلل ما عندنا وعي حضاري سوري لإنضاج هاي التجربة. كنا يتعصب تعصب طائفي عنصري قومي، تعصب مذهبي حزبي، حتى الأحزاب الإسلامية اللي هي المفروض متحضرة، حزب الدعوة والإخوان المسلمين، تحولوا إلى أحزاب سياسية إسلامية متعصبة، وكأنما الحكم أصبح غنيمة، أشبه بشيوخ العشائر بالضبط، وأصبح كغنيمة، نصة إلي ونصة إليك، اسكت ولك اسكت ولك. فلهذا لن يحاسب أي سارق وأي قاتل، وعن أي مسؤول أي الأخطاء الكبيرة. الحيتان الكبير لا زالت تحكم، وأما الصغار، ولهذا الإسلام السياسي خسر 98% من شعبيته سني وشيعي. نعم، أعتقد هناك مشكلة كبيرة في العراق أيضا أستاذنا الكريم دكتور أحمد الجنابي، هي أن غالبية الشعب منسحبة عن الحياة السياسية وعن أداء دورها في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأن يفتتح في الكلام بآية كريمة يقول تعالى: كنتم خير أمة، متى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مو تنسحبون تقعدون ببيوتكم وتسكتون عن الظلم وتسكتون عن ما يجري. سابقا كان في نظام دكتاتوري إرهابي، أي واحد يتكلم يتعاقب. الآن في تقريبا في حرية للكلام. أنا العفو دكتور، أنا أشبهها فترة العراق فترة التيه تستمر 50 سنة. يعني كل الأحزاب سقطت، وحتى العلمانية اللي دعوا العراق والوطنية أيضا كانوا ليست نظيفين وكانوا مرتبطين، والحكم جاب العراق بحكم أمريكي، يعني انتهينا من الاحتلال. صحيح، أنا أقصد الشعب أيضا له دور كبير في الإصلاح وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة لتطبيق التعاليم الإسلامية. هذا الشعب إلى غاب، وحتى في الانتخابات لم يشارك، مثلا نسبة 80% لم يشارك في الانتخابات. صحيح، فالحاكمون أو الأحزاب المسيطرة سوف تسيطر على البرلمان وتستمر في وضعها. إذا احنا كنا رافضين لهذه الأحزاب ورافضين للمحاصصة ولهذا النظام، علينا أن نكون حاضرين إما بالمظاهرات وإما في الانتخابات. لا في الانتخابات نشارك ولا في المظاهرات نشارك حتى نغير الوضع. ففي مشكلة في داخل الإنسان العراقي الحقيقة الذي أخي العزيز الحاكم من دي يحكم. يعني بزمن صدام حسين كان الحكم شعارهم، تعرف بداية الثورة: جئنا لنبقى، كأنما نسوا الله هو الباقي، وأيضا الربع من جوي بعد ما ننطيها. يعني بنظرة طائفية بعيدة عن الإسلام وعظمته وعمق الحضاري، فهذا هاي النظرة تولد ردود أفعال ولو هو غير صحيحة. حتى يعني يألمني ويبكيني حقيقة كثير من النخب الإسلامية الكبيرة يائسة قانطة، يقول لك أنا ما علي، اتركني الله يدبرها، يلتجون إلى التوكل وليست إلى التوكل على الله. نعم. مفهوم التوكل على الله هو الدعوة إلى الله وليس ترك الدعوة، لكن بطريقة إنسانية، بطريقة حضارية مؤذية ولا قتل، وأيضا بالإقناع والحوار، والانتخابات هي الحل الوحيد.
اما الانقلابات العسكريه، العسكري راح يجي ينقلب، يجي ينقلب يجيب عشيرته وقرايبه ولا، ونفس الفيلم ينعاد. صحيح نعم. وهو وحتى في الاحزاب الان كل حزب يجي جماعته وعشيرته حتى يستقوي بهم، وبالتالي يفوز بالانتخابات ويصبح الحاكم المطلق. هذه ايضا مشكله حتى في ظل الديمقراطيه. اخي الاحزاب العلمانيه العربيه كلها تدعي العلمانيه، ولا كلهم كل من قام يورث ابنه، صدام يورث ابنه، حسني مبارك يورث ابنه. وماذا عن الاحزاب الاسلاميه؟ الحزاب الإسلامية هكذا ربعي وبن عمي وانتهى الموضوع. فهذا يعني هذا بناء هاي ما يبني دولة وما يبني حضارة. حتى المرجعية الدينية تورث المرجعية لأقربائها وأنصارها وأحفادها وأسرتها، وبالتالي نوع من الدكتاتورية في داخل المرجعية الدينية. أخي مفهوم التقليد، أخي مفهوم التقليد حقيقة الإسلام يرفضه. يعني أنت تقلد بالفروع، أما العقيدة واضحة وأنت المفروض تبحث وتجتهد وتعرف دينك، وما تقبل أحد يقودك. القيادة للقرآن والسنة النبوية فقط. يعني إحنا نسمع للعلماء، نحترمهم، ولكن لنا الحق بمخالفتهم، لا نعتقد بعصمتهم. الواقع الحال الإمام أو الآية العظمى يعتبروه معصوم، وهذا هذا ولو هو ما يقولها، لكن لسان حاله والواقع اللي يعيشه المجتمع هكذا. نعم نعم عمليا هكذا. ولكن فقهاء الشيعة الأوائل مؤسسي المذهب الاثني عشري الشيخ المصير والشيخ الطوسي قبل 1000 سنة كانوا يحرمون التقليد حتى في المسائل الفقهية. يقولون على كل إنسان أن يجتهد، وإذا ما كان قادر على التفرغ للاجتهاد عليه أن يستمع الدليل، وإذا كانت هناك نظرات مختلفة وفتاوى متعارضة يستمع إلى دليل هذا ودليل ذاك، ثم يأخذ الدليل اللي يشوفه أقرب إلى الإسلام بنظره، ولا يقلد. التقليد كما كان يقولون مذموم وقبيح وغير مبرئ للجنة. ما لا يقبل الإنسان، ما لا يقبل الإنسان، مو صحيح ولا غير لا طبعا. الآن إحنا عندنا مشكلة هي من المشاكل التي تعرقل التطور الديمقراطي أو تطور الشورى مثلا بإصطلاحك الطائفية. كيف يمكن أن نتجاوز الطائفية بالرغم من أنه الآن السنة والشيعة تخلف عن النظريات الدكتاتورية القديمة، النظريات العائلية بالحكم العباسيين أو العلويين أو كذا، والآن هم مشتركون في نظام ديمقراطي، ومع ذلك يقسمون أنفسهم إلى سنة وشيعة. فكيف نقضي على هذه الأزمة الطائفية نتجاوزها؟ أخي العزيز، الإسلام صريح وواضح. الهوية من زمن سيدنا إبراهيم، والتسمية الله اختارنا، هو الذي سماكم المسلمين. الله لم يسمينا سنة وجماعة ولا شيعة ولا كذا ولا فرقة الفلانية، احنا مسلمون. المسلم منهجه هو القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، لا الغير صحيحة، المتواترة. لأن أخي التواتر اللي يقرأ السنة النبوية يجد يعني أمتنا العظمة بها بالتواتر. التواتر منطق علمي أخي، أي خبر يجيك أربعة متفقين عليه وينقلوك إياه معناته هذا الخبر صحيح إذا متشابه. فإذا هو لما وضعوا الصحابة وضعوا التواتر وعلم الحديث والدراية والرواية والنقد، حقيقة هذا إحنا أسسنا إلى 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 نظام عقلاني منطقي من الوحي. فالتجاوز الطائفي مو سهلة. أنت الإنسان الطائفي، قيادات السنة والشيعة هم طائفيين، فهذولا لا يصلحون. الآن جيل يجب أن ينسحب ويخرج ويعتذر ويبتعد، لأنه جربوا وفشلوا، والمجرب منطقيا الفاشل لا يعاد. التجربة فشلت، صادقهم أو غير صادقهم. نعم، نحن نحاول أن نقدم يعني حلول للمستقبل إن شاء الله. يعني من الحلول المطروحة اللامذهبية، يعني كل إنسان ينتقي الأشياء الجيدة من مذهبه ومن المذاهب الأخرى، نعم، الأشياء السلبية والفتاوى الغير معقولة من مذهبه ومن المذاهب الأخرى. فإذا إحنا حركة ثقافية عالمية، يعني اجتمعنا على الالتزام باللامذهبية، يعني عدم التعصب لأي مذهب سابق سواء ورثناه أو حديث. العفو أستاذ العزيز، لازم نخلق جيل، يعني احنا الرواد، جيل يرفع شعار المذهب مو دين.
نعم المذهب اجتهاد بالدين به الصح والغث والسمين، مو نعم صحيح؟ اجتهاد المذاهب ظني. نعم أخي الخمسة كلها هي اجتهادات بشرية وضعية، فيها صحيح الصحيح إذا وافق كتاب الله. أقرأ لأبو حنيفة يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، واضرب نعم بري أرض الحائط، ونحن صحيح متعصبين المذهب. كذلك السلفية، ماكو صحابي يقول أني رأيي صحيح، ولا علي قال أني معصوم، ولا الأئمة صحيح ولا الباقر، ولا ما حد ذكر بين أني معصوم واتبعني. الاتباع الحقيقي لرسول الله لأنه يوحى والقرآن هكذا. الكريم. نعم نعم فيجب احنا ان نخلق جيل ينزع الثوب الطائفيه والمذهبيه، وهذا نعم شيء نعم حضاري صحيح وثقافي. نركز على الجيل الجديد بالثقافه، وايضا لا تنسى احنا ترى محاربين من اعداء الاسلام ومن الداخل ومن الخارج، يعني نعم اللي مسكوا السلطه ما يردون يعفوها، نعم يتقاتلون وما يردون يتركوها. المشكلة أيضا أستاذنا الكريم دكتور أحمد الجنابي، يعني التعصب المذهبي ليس فقط بين المذاهب اليوم، حتى بين المراجع والفقهاء في كل طائفة صارت شخصنة مذهبية، شخصنة شخصية صارت. مذهبية، فاللا مذهبية بالحقيقة يعني الاجتهاد والتعصب المذهبي نشأ وعاش في ظل التقليد الأعمى. نحن لو تركنا التقليد الأعمى والتزمنا بالاجتهاد وبالوعي وبالعلم فسوف نتحد مع بعض وتزول الطائفية فيما بيننا. أخي هو الملك العظوظ من شرعه؟ شرعه نعم وعاظ السلاطين، الأصل شورى. نعم ولكن وعاظ السلاطين يذكرون أحاديث هي صحيحة مو في غير موضعها، وإن يؤولونها ضربك وإن جلدك وهذا أخي هذا تعظيم للدين وشرعنا باطلة. نعم يعني نعم الحاكم مو معصوم، الحاكم صحيح بشر مكلف خادم، جاء بالشورى ويطلع بالشورى، نعم هكذا المنهج يكون صحيح. المسألة الديمقراطية أو الشورى تبدأ من ذات الإنسان، من كل واحد فينا، ما تأتي، ما تنزل من فوق. الحكام فوق أو الأحزاب مثلا يحاولون أن يسيطروا، يحاولون أن يهيمنوا وأن يسيطروا على الثروة والسلطة، ولكن الناس لو كانوا أحرارا ويشعرون بحريتهم ويمارسون هذه الحرية في النكد والمحاسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يستطيع الحاكم أن يستبد وأن يطغى وأن يبقى في السلطة أمدا طويلا. طبعا فالمشكلة الطغيان، العفو شيخي، الطغيان يولد نفاق، نعم يولد تفرقة، يولد أحزاب، يولد رؤوس، قومي نعم كلهم رؤوس، يعني مو راس وراسين، كل من يدعي هو لها. ايضا هي الدعوه لهاي الامويه والعباسيه والعيش في التاريخ هذا والعلويه، هي هاي دعوه عظمت الدين. الله يقول ولا جعل القران عظيم، يعني عظه قسم وتركه اقسام كثيره. سحولنا الاسلام الى اموي متعصبين او عباسي او علوي، وكلهم يكفر الاخر، يعني ابتدعوا الدولة بدعة التكفير وسلكوا مسلك الخوارج. والحقيقة الخوارج الفكر مالهم أروع فكر، المنهج مالهم هو أتقاكم، ولكنه ركبوا هذا الفكر، استغلوه، حقه يراد به باطل في 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 معركتهم ويا سيدنا علي بن أبي طالب، وفهمها جيدا. يعني دكتور أحمد بالحقيقة الحديث معك شيق جدا ومفيد وغني، وخاصة أنت عندك تجربة تاريخية طويلة في الحركات الإسلامية وفي محاولة تغيير العراق وبناء حكم إسلامي في العراق. إن شاء الله نأمل أن نلقاك في حلقات أخرى، ونعتذر لرداءة الصوت اليوم، عندي مشكلة في نعم في الصوت عندي، فأعتذر من الإخوان الأعزاء. وشكرا جزيلا لك، إذا عندك كلمة أخيرة تتفضل فيها. والله أخي العزيز بارك الله بك، يعني أنا لي الشرف بدعوتك، لي يعني مقامك رفيع، أنا لا أستطيع أن أناطحك، أنت الله رجل يسلمك مفكر العفو وأنا أحد والله تلاميذك حقيقة، رغم الله أنه يسلمك وياك بالعمر والسن نفس الشيء متقاربين، الله وأنا مهتم يسلمك. بموضوع حتى عندي إن شاء الله يعني في كتابة عنوانه راح يصير التجديد الإسلامي سنة ربانية، يجب أن نعم يتجدد الإسلام، نعم يتجدد بالطريقة الربانية، لا طائفية لا حزبية. ولا حتى يعني عشوائية. التجربة التركية أخي، التجربة نعم التركية تجربة، هو حزب أصلا كان إسلامي تحول دعا العلمانية ونجح، لأن لو قايل أنا إسلامي لو حاكم كان فلش الإسلام، ولكن أخطائه
قال أنا علماني. وهذا التدرج، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين، فوغل به برفق، فإن المنبتة لا أرضا قط ولا ظهرا أبقى. يعني القفز غير صحيح، الحضارة ما تبنى قفزا، ولا ممكن أن تصنع ديمقراطية أو شورى بكتاب أو تأليف. التقوى هنا بالصدر. الإسلام، ابنوا دولة الإسلام في صدوركم، تقم في أرضكم، هكذا. نعم، شكرا، شكرا جزيلا. إن شاء الله تحياتي. أن الله يوفقنا ويوفق شعبنا وأمتنا إلى إقامة أنظمة الشورى والعدل والحرية. آمين آمين. الاستقلال عن هيمنة القوى الكبرى المتحكمة في بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك، دكتور أحمد، بحفظ الله ورعايته. في أمان الله. إيمان الله.